واصلت العائلات البحرينية مزيدا من الإدانة والشجب للمحاولات البائسة من قبل إعلام النظام القطري للتدخل في شؤون مملكة البحرين داعين إلى مواجهة كافة هذه التدخلات بكل قوة من خلال الالتفاف حول قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه فقد اعربت عائله المسلم عن استنكارها الشديد ورفضها التام لما بثته قناه الجزيره القطريه من افتراءات واكاذيب عن مملكه البحرين، والتي تهدف الى زعزعه السلم الاهلي والترابط بين مكونات شعب البحرين وشق وحدته الوطنيه. واكدت عائله المسلم ان هذه المحاولات لن تزيد شعب مملكه البحرين الوفي الا عزما واصرارا على التلاحم والتعاضد مع قياده جلاله الملك المفدى.